باش نغير شوي البرنامج باش نغني لي ان فيت نحكيوا على الديمقراطية الشعبية ديما لكن ثم حاجة اللي فهمت بعد اليوم سي كو اليوم وصلنا وقت وين لازم اون اكزيرس نو دووا عاش اون لي ريكلام عاش نحكوا معناتها كلام فار لازم الممارسة دونك هكا علاش تروحي يزي من ويب تي سيسي حبيت نختار مواطن باش يجي يعمل لا موديراسيون وتروحي ممكن صافي هي ناشطه في المجتمع المدني تاخذ بلاصه خير شكرا Je suis une maire de beaucoup de cas actuellement. السلام عليكم باش نطول عليكم برشا عندي بريزونطاسيون فيها 4 سلايد باش نحطو ونبداو البريزونطاسيون تاعي اسمها علاش الديمقراطية ما بين قوسين التمثيلية فاسدة وعلاش الحاجة الوحيدة اللي تنجم تصلح بها الديمقراطية كما هي موجودة توا وكيما باش يستعملوها توا في المجلس التأسيسي وكيما مستعملة حتى في الأوروب في أمريكا معناها العباد قاعدة تتظاهر توا في أوروبا وفي أمريكا ضد الديمقراطيات نتاعهم حتى ديمقراطيتهم فاسدة. الحل الوحيد للديمقراطية من النوع هذه تسمى الديمقراطية التمثيلية هي الشفافية. هو باش نفسر بالضبط علاش وكيفاش تصير الحكاية هذه. بطبيعة ثم ماهيش النوع الوحيد نتاع الديمقراطية اللي موجود في العالم. بكري واحنا نحكيو على الديمقراطية التشاركية في تشارك العباد واللي هي تقريبا معناها درجات متفاوتة. الديمقراطية التشاركية هي الديمقراطية التمثيلية وتزيدها الأوبن جوف والأوبن داتا. أنت وجهتك معناها قداش باش تشارك العباد في الديمقراطية هذه. وثم منظومة الديمقراطية المباشرة اللي هي في الإغريق استعملوها من قديم الزمان ولكن قبل ما كانش عندهم التكنولوجيا باش يشاركوا الناس الكل. اليوم عندنا تكنولوجيا واللي هي الإنترنت وماذا بينا نهار نوصلوا ونعملوا ديمقراطية مباشرة تشارك الناس الكل في نفس الوقت. ساعة السؤال يطرح نفسه من بكري شاد قال لنا ما عندي ما نعمل بها ديمقراطية. السؤال هو علاش الديمقراطية وشنية الديمقراطية معناها في الأخر. أنا برشا عباد تسأل السؤال هذا ما عمري ما سمعت حتى واحد جاوب عليه. علاش الديمقراطية؟ كي نبداو عايشين في مجتمع احنا مع بعض، شنو معناها عايشين في مجتمع؟ احنا مجموعة هذية صغيرة نسميو نجم نكونوا مجتمع، وإلا 10 ملايين عبد في تونس زاد نجم نكونوا مجتمع. عايشين مع بعضنا معناها قاعدين نتقاسموا في حوايج، معناها عندنا علاقات اجتماعية مع بعضنا أول شيء، وثاني حاجة ثم مصالح ما بيناتنا اللي هي عندنا حوايج حاطينها الكل مع بعضنا. مثلا نجي بيا نحطوا كاسه في الوسط ونحطوا فيها الفلوس، هذه الحوايج هذه هي الموارد، والا تنجم تكون موارد ارضيه، معناها عندك قطعه ارض الرقعه نتاع تونس ملك للناس الكل، للتوانسه الكل، كيفاش نتصرفوا فيها؟ شكون ياخذ منها طرف ويزرع فيه؟ شكون ياخذ منها طرف ويبني فيه دار؟ شكون ياخذ منها؟ عندنا موارد اخرى، البترول، الاشياء، المشكله في تصير في الموارد هذه. ومش مشكلة ديما معناها في الموارد معناها الكل، المشكلة تصير في الموارد اللي هي مطلوبة برشا
ونادره ما تكفيش للناس الكل. وقت تبدا ثم مورد نادر وما يكفيش للناس الكل، معروف اللي باش تصير مشكل. واحد عبيد، واحد يحب يشرب منه ويستعمله للزرع بتاعه، والاخر زاد كيف كيف وبير باش ينجح. شنو نعملوا في الحاله هذه؟ هذه علاش تجي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه هو حل المشاكل هذوما، المشاكل اللي تصير. وبالذات هي الحوكمه هي الحل. الحوكمه هي كيفاش نقرروا ناخذوا القرار في البير الفلاني، في الارض الفلانيه، في الفلوس بتاع الدوله، في البترول بتاع البلاد، كيفاش ناخذوا القرار. نجم تقول اي وقت تصير الحكايه ترد عاد نضربوا بعضنا واللي يعيش من حكايه واللي يهز الكل، فهمت؟ اما مش حل معناها. ولذلك نقرروا من مسبق نقولوا اي سيتي هالبير هذايا باش نتفاهموا فيه، انت تاخذ نهار الجمعه، انا ناخذ نهار السبت، انا الاخر ياخذ نهار الاحد، وكل واحد ياخذ يوم. هذا نظام تاع حوكمه معناها، نوع من انظمه تاع الحوكمه. النظام الاخر هو نظام مثلا الديمقراطيه التمثيليه الانتخابيه، اللي هي نقولوا اي سيدي باش نحط واحد مسؤول على البيت، وهو يعطي للناس الكل، هو مسؤول. يقولوا نعطيه مثلا 5 سنين، هو يحكم في البير هذاك، وهو اللي يجي هو يقرر يعطيه ما يعطيهش، ينظم يتصرف حسيله امور البير هذاك. يقولوا النظام هذا قلنا مشكله تصير وقت ثم موارد مقتسمه ما بين الناس الكل، كيفاش باش نتحكموا فيها؟ حوكمة وقت تصير مشاكل، خاطر باش تصير مشاكل. الفكرة انه لازم نلقاو طريقة باش ناخذوا القرار، تاكوردو؟ كيفاش ناخذوا أحسن قرار؟ وهنا تجي الديمقراطية، والمقترح هو طبعا الديمقراطية التمثيلية، يعني واحد ينوبك يمثلك، تاكوردو؟ المشكلة في الديمقراطية التمثيلية خاصة تو كيما عندنا تو مثلا مجلس تأسيسي، ولا بعد باش يصير برلمان ولا اللي هو، السيد اللي مفروض ينوبك ما يفهمش في كل شيء. تو أنت عطيه باش ينوبك في كل شيء هكا ولا برلمان. أكوردو يفهم في الغاز دوشيست هو؟ يفهم في ما يفهمش في كل شيء، وقت هو ينوبك في كل شيء. مش لوجيك الحكاية. فهمت؟ حاجة ثانية، مش ديما في فورما باش ياخذوا أحسن قرار، تنجم تكون متعارك مع مرته الصباح هذاك منرفز، يلبز كيما جاي باهي، إنسان هو أبريتو كل يوم هو في فورما وقايم لاباس، شطار التأسيسي ما يجيوش، فهمت؟ مش في فورما، هاكا نهار الكل ياكلوا في الكلات في الفيسبوك، كيفاش تحب يقوم الصباح يبدا متفرد باش يمشي يخدم و... إنسان، هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، كل ما يتبدل شنو نعمل؟ كيفاش يتبدل؟ باش يخلي دوسيته عنده؟ باش يعديهم اللي بعده؟ بالك هو بيدو يحب يعاود يرشح روحه، ما عادش يحب يولي يخبي عنده ما يخليش الآخرين تشوفوا كيفاش ويولي كونكيرونس، وهو يحب يخلي عنده القرار، وخاطر زاد فيها برشا حكايات أخرين، فيها فلوس، فيها سلطة، فيها دونك فيها برشا مشاكل ديمقراطية التمثيلية، والمشاكل تؤدي إلى أن الديمقراطية التمثيلية فاسدة. فاسدة معناها ستركتوريلمون، هي من أصلها كيفاش معمولة فاسدة. علاش؟ خاطر في الآخر يطلع عمره لا يمثل حتى حد، خاطر أنت تجي تنتخب عبد وتعطيه السلطة كل 5 سنين، تاكوردو؟ كما قلنا من بكري هو ما يفهمش في كل شيء بالاصل، وزيد احنا نفترضوا اللي هو مثلا انتخبته انت على برنامج، ولهذه عمرها براتيكمون ما تصير، باهي قال باش نعمل وباش نعمل وباش نعمل، ونفترضوا اللي قالوا عملوا، باهي وهذه زاد مش عمرها لا تصير، عمرها لا صارت في تاريخ الانسانيه، اللي قال باش يعملوا قبل الانتخابات عملوا، نفترضوا هذوما كل، لو ما ثماش قرارات اخرين باش يقرر فيهم غير اللي تفهمتوا فيهم انتم قبل الانتخابات، قرارات الاخرين هذوك باش نعملوا فيهم؟ يحكم براسه، اي سيدي هاو باش يعمل حاجه انت ماهيش عجبتك، وانت انتخبته راه ما يمثلكش فيها. ياكوردو؟ ومعظم القرارات اللي باش ياخذها في البريود هذيك بتاعه 5 سنين
واش باش يمثل حتى حد فيهم على راسه وحده هكاك حر، لا التزم بحاجه لا عمل حد شيء، فهمت؟ اللي يقول له وقف ويعمل، والا زاد اللي يقول له لوبيات وكل شيء، وصار تنظيم عظيم ومنظومه فساد انا نسميها كلمة نعرف تظهر كبيرة الناس كلها ما نستعمل كلمة فساد برشا حوايج ما نقصدش بها فورسيمون حاجة خايبة. حول الديمقراطية التمثيلية في أمريكا تقريبا يمكن أكثر ديمقراطية الفساد فيها متفشي. أمريكا لازم تعرفوا اللي تحكم فيها اللوبيات نتاع السلاح. أمريكا عمناهم اللوبيات نتاع السلاح فرضوا على وزارة الدفاع الأمريكانية انها تاخذ بجي 30 مره قد اللي طلبته، انا هي طلبت وزاره الدفاع قالت انا نحب كذا، هو عطاها كذا بلس 30، قالوا لها برا 20 طيارات. على خاطر اللوبيات نتاع السلاح تخدم. الحاجه الاخرى السياسيين يوليو محترفين في الوصول الى الحكم. النظام هذايا شنو يخلي؟ شكون اللي يوصل للحكم؟ واش اكثر واحد ذكي، اكثر واحد يعرف، اكثر واحد يحب البلاد، اكثر واحد يعرف يوصل للحكم، هاك اللي يكسر، هاك اللي يعرف يعمل كمين الاخر، هاك اللي يعرف يعمل النميمه، هاك اللي يعرف يوصل روحه، وليو محترفين في الوصول للحكم، مش محترفين في منفعه البلاد، خاطر ما يصلح لشيء انك تكون محترف في منفعه البلاد. بيسكي المنظومة واضحة وانت لازمك توصل للحكم، ما حاجتكش باش تنفع البلاد، حاجتك بركة باش تربح في انتخابات، باش تربح في انتخابات تنجم تجعل، تنجم تدبر راسك، تنجم تصرف برشا حوايج، وليهم محترفين في الوصول للحكم مش فورسيمون اللي ينجحوا هما اللي يحبوا البلاد. الحاجة الأخرى يخلق واحد طبقة اللي هي تولي تسمى السياسي، يعني في بلدان كيما تونس وبرشا بلدان معناها فرنسا عندنا كاريمون مدرسه اللي تخرج سياسيين لنا ليكول ناسيونال دادمينستراسيون، هذه ابيراسيون السياسه هو الشان العام، انت تعمل مدرسه ويدخلوا لها كانت سيدي وسيدك وهذيك هي اللي تخرج العباد اللي كادر في الادمينستراسيون والوزراء نتاعك، معناها حاجه ما تجيش جمله. اما بصفة عامة حتى كان ما عندكش مدرسة تخرج في السياسي معناها تختار فيهم بالكعبة عادي مناظرة هذوما الناس، فهمتوا؟ وهذا في نظام يتسمى منظم، فهمت؟ كان مش خاطر بالكتاف احنا عندنا في تونس مناظرة هكاك، فهمت؟ اما في الاخر هكا ولا هكا باش تخلق انت هذيا كوش نتاع ناس هي اللي تحكم، علاش؟ خاطر الله في الاخر في مجتمع عندك كان المنظومه الاجتماعيه، الشبكه الاجتماعيه هي اللي تنفع المعارف، راهو عندك في تهرب منهم المعارف، الكتاب حكيت هذوك الكل راهو هذيك اصل الانسانيه، انك كي تبدا تلوج انت على عبد باش يخدم لك الخدمه حتى في شريكتك، انك تكلم صاحبك هذيك عادي، عبد نعرف خير من اللي عبد ما نعرفوه، يجيني واحد براني نعرف عليه يسرق يعمل هذا عادي. في الاخر الشبكه هي بيدها هي تولي الطبقه الحاكمه على خاطر يكلموا بعضهم. انا كنت في الحكومه نتاع الانتقاليه هذيك في بعد الثوره ويقولوا لنا اش بيكم ما جبتوش برشا نساء واش بيهم جماعه كل هذوما من التجمعيين القدام وكل شيء، اش تحب تعمل توا غنوشي هذوك من نمر التليفونات اللي عندي كيف باش يجيب وزير باش يجيبوا منين؟ فهمت؟ دونك في الاخر النظام هذا يخلق طبقه ديما هي بيها فقط في الحكم، هما واولادهم ولاد اولادهم ولاد اصحابهم ولاد وعباد اخرين اللي نجموا يكونوا توت اوسي كومبيتون عمرهم ما نجموا يوصلوا للحكم. دونك هذاك علاش الديمقراطيه التمثيليه فاسده. الديمقراطيه التمثيليه قلنا اللي بالطبيعه ما فماش كان هي ثم الديمقراطيه المباشره، واحنا نمنوا اللي انا نمن اللي الديمقراطيه المباشره هي الحل خاصه توا اللي ثم انترنت كوردو. اما مادام توا ما ظهر لي كان باش تصير عندنا ديمقراطيه مباشره، شفناها الدستور كيفاش منظر
دونك الحل الوحيد باش تصلح شويه الديمقراطيه الفاسده هذه اللي نحكيو عليها هي انك تشارك اكثر عباد ممكن في القرار، على خاطر هالكتله هذيا تاع اصحاب القرار اللي عملتهم انت هالطبقه، انت خلقت طبقه تاع اصحاب القرار، هذيك لازمك تحلها للماكسيموم. باش تحلها للماكسيموم ريت غنوشي ما عندوش نمبر تليفون تاع العباد الكل، انت لازمك ترد وعندك نمبر تليفون تاع العباد الكل. لازمك ترد اي واحد ينجم يكلم غنوشي ويقول له انا خويا البلاصه هذيك تنجم عجبتني. وين راهو هاكور السي في نتاعك وفي اي وقت علاش؟ خاطر الساعة السيدة هذيك لازم ديجا أول حاجة يكون سمع اللي ثم بلاصة هذيك فرنت. أوبن جو لازم أي حاجة تصير الناس الكل تسمع بها. لازم يعرف شنو خدم فيها السيد اللي كان قبل. أوبن جو أوبن داتا المعطيات الكل عنده قدامه. مش هو يعمل برنامج في مخه كي يبدا صادم على حاجة يبدا عارف روح ينجم ويقدم مشروع. ينجم يقدم مشروع. كي يقدم مشروع لازم يكون ثم إمكانية أنه يتقبل. دونك شارك أكبر عدد ممكن من القرار على خاطر نرجعوا للمشكلة الأولانية بكل النواب ما فهموش في كل شيء. أما الشعب التونسي يفهم في كل شيء. أي حاجة غاز دو شيست ثم واحد يفهم. نووي ثم واحد يفهم. لازم توصل له المعلومة اللي حشتنا به الحكومة أول حاجة ولازم هو عنده طريقة باش يجاوب يقولها هنا. هذه هي الأوبن دور. ولذلك استطعت المعلومات كل للناس كل. مش علاش هذوما معلومات حكومية. معلومات حكومية معناها في الأصل معلومات نتاعي. جيبية نتاعي. اسمي ولقبي وبطاقة تعريفي نتاعي. شو تحب تنقيب على قلنا البترول عملتهم بفلوسي وعطيت نتاعي. انت عملت اتيود على البترول عملتها بفلوس شكون؟ وبفلوسي تعاش معناها مخبيه عندك. اي حاجه عند الحكومه ما عندهاش علاش تكون متخبيه. الحاجه الوحيده اللي ينجم هو يقول لك راه هذه لازمني نخبيها حاجه ما كانتش تمس بامن الدوله. انا شخصيا مش نشوف شنو هو اللي يمس امن الدوله التونسيه ولازم يتخبى. شنو معلومات على ما نعرفش منظمات اجراميه خويا كي تخبيهم المعلومات هذوكم خبيهم بريود نتاع انت ما كانت تعمل فيهم كيت بريود نتاع لونكيت وبعد ما فهمناش علاش تتخبى. لو ما عندناش اسرار دوله ماناش دوله تصنع في الصداع تعمل ما نعرفش شنو دونك معناها بار ديفو لازم يكون كل شيء محلول والناس الكل تعرفوا كي تحب. بطبيعة كل الناس الكل مش مهتمة بكل شيء. أما كيما قلت من بكري ثم ناس في البلاد هذه مهتمة بالدفاع. يهمها الموضوع قارية بركة ولا ما تعرفش عليه. يهم الموضوع هذاك خليه يهتم. الآخر مهتم بالبترول. الآخر مهتم بالحاجة. هذوما لي كومبيتونس كل عندنا. علاش ملوحين؟ هو يخدم تلقاه. شرق بعد هو غرام الحكاية هذيك بعد ما يكمل خدمته يمشي يشوف ايش عامل تونس في الدفاع. هذا قاعدين نعملوا فيه توا اما متعبين كما كان تحكي بكري أميرة كان جينا المعطيات كل محلولين رانا نجمو نشاركوا خير رانا نجمو نهتموا اكثر رانا نجمو نعاونوا اكثر البلاد. قل لي انت شنو عندك توا انا نقول لك كيفاش نجمو نعاون. الحاجة الأخرى كما كنت نقول دونك لازم زاد ميكانيزم باش تاخذ بعين الاعتبار رأي معناها الشعب. وهذه زاد مش حاجة سهلة على خاطر كي تبدا أنت وزير وعندك باج في فيسبوك يجيوك 1000 كومنتير في النهار ماهيش سهلة باش تفرزها الكل. دونك لازمها منظومة أما فزار تصير تتنظم الأمور هذيا بكل شفافية مش تحط انت سكرتير هو يعمل في السنسور هذه نعطيها للوزير ولا هو يحكم في بلاصة الوزير هذه نعطيها للوزير هذه لا اسمع ابعثني انت كومنتير باهي تو نعطيه للوزير فهمت لا لازم تكون الحكاية شفافة والمعطيات علاش اوبن داتا على خاطر المعطيات البازيك اللي انت ك معناها مواطن عادي ممكن ما تنجمش تقراها معناها ما تفهمهمش كي تشوفهم اما هما الباز المعطيات الكل
اللي كتبت نعرفهم موجودين وتعرف ثم واحد يفهم فيهم واللي تعرف اللي انت كنت تهتم بهم معناها تحب تحلل انا نشوف السيد هذا هل يقرا في لي كومونتير كل نتاع العباد ولا مش يقرا فيه النجم نعرف اما بنبدا متهني اللي نجم مانيش باش نثبت فيه كل يوم اما نعرف روحي اللي نجم كان عين وفي الاخر معناها علاش هذا كل معناها في كلمتين النائب في خدمة الشعب النائب كما أي صنيع لازمك توقف عليه كيف بدا واحد يصلح لك في كرهبتك لازم توقف عليه ما كاينش ما يخدمش خدمة صحيحة سهل ياسر وباش نوقف عليه واللي هو حقي لازم أنا نبنى عندي المعلومات الكل وهذا علاش لازم الحكومة تبدأ لازمها تكون مفتوحة والنواب معناها المجلس التأسيسي والبرلمان في المستقبل لازم يكون مفتوح باش على الأقل حتى وكان ما شاركوناش مينيموم نبداو واقفين عليهم ونشوفوا وكان ثم مشكلة تتطلب أننا ندخلوا حتى بطريقة غير ديمقراطية مظاهرة ولا غيرة ولا بالمولوتوف ندخلوا هذا هو شكرا لكم على الاستماع